ترى حيبة أثنى يا مسايرة محفل شاد سيسانة لضيفانة يبلغ الضيف بشانة وتقديرة والكرم والوفا والجودة عنوانة ما حسب لاجل روادة ما خسر الله حيهم وهم على خير وحده ورسمع وانا وقهانه واستوى نظمة تصوينه وتسخينه والله اللي يعن العبد سبحانه لن يدرك لنفسه حسن تدبيره عدم حانه وعدم بقنفانه واستوى
وشيره وامتلى من نصبه فض غدرانه واختلط نار عشبه هنا بريره مرحبا في محل الفجب بانه وترى حيبة اثنى يوم سيره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بحشانه وتقديره ويكرم الوفا من جد عنوانه ما حسب لاجل روده ما خسره واشقر البان من محسب رسلانه وازرق العودة يدرج في مباخره عند ربع من هاج سلفانه يكسب العز بامر الله وتيسيره من ظن الشيب اللي ثبت اركانه من بني نابت اولى العز تفسيره كل فعلان على التاريخ برهانه يا روة الحديث ويا مشاهده سطر المجد في مرسوم ثبيانه لأن وبات مقال في تقريره قالها الفيصل من ضمن ديوانه وبلاغ الهرج تهليله وتكبيره صرح مجدان عزه جد سيسانه بيت عزان يا لجارت مقاديره مختلف سلم شبه عند شبان استثاره من الغبة معاصيره واختلف في محط سر ميزانه وانت حمال على وهفي محاداره والغزانة عقد زاد طغيانه يثن ويمات هيجمل في مشاوره عزوة عزها المضاد بيمانه سربة تام من المضيوم وجانه وبدل الوسم خرع المانه والفصيح انت فوه صرح لسانه لن يثبت بصدق الهرج تبريره منهج وسلطه من المنطق لسانه جد فكر حماوي من تعذره وحده ورس مع عنوانه وقلبانه واستوى نظم تصويره وتسخيره والله اللي يعن العبد سبحانه وامتلى من نصبه فض غدرانه واختلط نار عشبه هنا بريره مرحبا في محل الفجب بانه وترى حيبة اثنى يوم سيره محفل شاد سيسانه لضيفانه يبلغ الضيف بحشانه وتقديره ويكرم الوفا والجد عنوانه ما حسب لاجل روده اشقر البنا من
العين
والرفيق اللي حضر شاننا شانه ما تعذر فالمواجب وشانه على خير ما مشي من اليوم ارحم الله يبقيك صلى على نبينا محمد وصلي وسلم عليه وعلى بشر الطيبين الطاهرين العيال عرسوا والله ابني بيت وجعلها بيت الصيب والنصيب تقدمت المطاريق خدمه انا عطاء والعطاء من الله سبحانه وتعالى فانا كثير العطاء ما هو كثير عليك ومن قال في حضور الرجال يتوفيها وسلامتكم الله على النبي الربع تزوجت ابو محمد والله ابني بيتك وجعلها بيت الصيب والنصيب والذريه اللي ما تخيب انت رجال مطلق من مطاليق واليوم خير اللي اذا والله العظيم انه ثالث الاعياد يشهد علي الله لا كان من عبد الله صالح وظافر يعتذرون منه واليوم هنا سيف يقل من قدرك واللي عندك حلال وما بغيته فابشره ما تعذر بالمواجب والشاري وفقهم ان شاء الله يجعل بيت الصيب والنصيب وانا ارمي معاون اني اشتري يا سال ان كانت كثيره يستاهلون ان كانت قليله تعذرنا عليهم اخواني
لك تشوف السعادة مدية يا لك تشوف السعادة مدية وانت يا جبل البخار وشوش دمك زمي زمان شوش وفخر ذليل نراه لضية كيف ما شوش ومخاو لجذنه شش يا راسي واجزل القاف غنه وتجزل القاف كبار ردية افتخر وشوش والليل سارج باسم بابح والله الليل يا مالج باسم بابح زادن المعنوية خير الحجبان هرل العزاوي من نواه شاف كل البلاوي من زبلها عاش عيشة هنية من زبلها عاش عيشة هنية حنهل الردات يوم الفتايل حنهل الوقفات يوم الصمايل والخويلة عندنا ما قدرية حنبنا
الحمد لله ذو الملك العظيم، الحمد لله قبل رضاه، والحمد لله بعد الرضا والنعيم، وصلاة وسلاما على الأمي العربي خير الورى أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تهتز فرحا وسرورا بلغيا هذه الوجوه الطيبة، والتي نسأل الله أن يديم عليها الفرح والمسرات. فمرحبا تردف مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا، مرحبا عدد الرمال وعدد ذرات الجبال، مرحبا بكم جميعا، أهلا بكل من أتى من بعيد متجشما عناء السفر ليحضر هذه المناسبة الغالية، أهلا بكم إخوانا وأصحابا في هذه الليلة السعيدة. خير ما نبدأ به أيها الجمع الكريم آيات من الذكر الحكيم والقارئ أحمد بن علي الطالبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مع قصيدة ترحيبية والشاعر تركي علي دابي. جزاكم الله بالخير جميع. يقول: يا مرحبا بأهل الكرم والصمايل، من أجزل الأبيات تبدأ التحية عند آل دابي، مرحبا بالقبايل كثر المطر اللي نزل بالبرية، يا مرحبا بأهل الفعول الجزايل كثر النجوم اللي سطع نور ضية، هلا بكم يا لاد نخب الحمايل، هلا بكم يا لاد نخب الحمايل أهل الوفاء والعلوم السوية، مبروك عرسك يا سليل الأصايل، علي وريث الطيب جود وحمية، يشهد بطيبه كل صايل وجايل، عز الخوي اللي يحتزن بخوية، مبروك يا خالد عدد ما تمايل، جذع النخل في يوم ريح عتية، أبيض وجه وافي حميد الشمايل، منبع مكارم من خصال جودية، وعيال عمي محزمي للهوايل، لو يطلبوا روحي تجيهم هدية وسلامتكم. وأما الآن مع كلمة في هذه المناسبة مع الشيخ أحمد مبارك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واقتفاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، إني قد قدمت في هذا المكان ولست بخيركم، وفي المكان من هو أفضل علما وأكبر سنا وأجل قدرا، وأحببت أن أشارككم هذه الليلة بكلمة يسيرة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة،
إن من يتأمل حال الناس اليوم في معيشتهم وفي حياتهم وفيما هم يخوضون فيه وما يتكلمون فيه يجد شيئا عظيما وكبيرا، ويجد الناس لا يتقون الله عز وجل لا فيما يقولون ولا فيما يسمعون. وإن هذه الأيام من يتبصر حال الأمة وما آلت إليه وما صارت إليه يجد شيئا يندى له الجبين وتذرف له الأعين. ومن يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في التأني في مثل هذه الأمور واتباع ما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن والحكمة يجد في هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم نجاة وملاذا من الفتنة ومن كل شيء. وإن أعظم ما يتمسك به ويقتدى به هو كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في سيرة الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه بعض النصائح التي أحب أن أوصي بها، وخاصة في هذا الزمن لمن تمسك بها، لعل الله عز وجل أن يحفظ عليه دينه وعقله إلى يوم يلقاه. أولاً، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الوصية الثانية التوبة النصوح إلى الله عز وجل وترك المعاصي والسيئات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الوصية الثالثة استشارة أهل العلم ومن لهم خبرة في مثل هذه الأمور. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منهم هم أهل العلم وهم أهل الحكمة. الوصية الثالثة العبادة في الهرج. كل إنسان منا يتمنى أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتشرف بالسلام عليه. وإن من يتأمل حال الصحابة وما نالوه من الشرف العظيم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليتمنى أن يكون في مقام أحد منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في مثل هذه الأيام مثل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تكلف عناء ولا شيئا كثيرا. الوصية الرابعة طلب العلم الشرعي والاعتصام به والتمثل الكتاب والسنة قولا وعملا. الوصية الخامسة الصبر الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من آرائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منكم، يقصد أجر 50 من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وعلى الإنسان أن يجتنب الفتنة وأن لا يخوض فيها وأن يتجنبها قدر المستطاع، وأن يجعل بينه وبين الله عز وجل خبيئة عمل صالح لعله أن ينجو بنفسه وبغيره. هذا ما أحببت التذكير والتنويه به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الآن مع قصيدة بهذه المناسبة مع الشاعر عبد الله بن احمد مجيش الطالب. في جامل قبل المشاركه يقول: يا مرحبا بضيوفنا ديلفونا، يا مرحبا بضيوفنا ديلفونا، عد المطر لا هل وبله على القاع، واهلا وسهلا كلهم شرفونا عبر الاثير اللي به البث ينداع، نرتاح للضيفان ساعه يجونا
وقلوبنا مينا بهسطول وشراع، حييت بالضيفان ثم يرحبونا كلا باسمه، قال ايه كلا باسمه، حييت بالضيفان ثم يرحبونا كلا باسمه، نوفي الشبر والباع كان الهواجس مسعفتنا، اعذرونا الود والتقدير ما بين الاضلاع. وهذا المشاركه يقول في وقتنا صارت مفاهيم المراجل في خطر، في وقتنا صارت مفاهيم المراجل في خطر، المرجلة صعبة وتستصعب على شباه الرجال محشومين، المرجلة صعبة وتستصعب على شباه الرجال، المرجلة تيجان ما يلبسه من فكر ومر، والله ما يرقى لها إلا الشلي بين العيال. أشياء بشرح حالكم بقولها بالمختصر، أكيد يفهمها لبيب العقل ويشد الرحال، يسعى لها ذي يحسب حسابه على كر وفر، واللاش ما يوصلها يا صاحبي هذا محال. ما كل من يكشخ وحط عقال من فوق الغتر، أو لبس جنبيه وزينها على الكتفين شال، يقول أنا التاريخ وإحنا ما لقينا له أثر، يروي حكاياته على جاهل تشوف الراس طال. المرجلة صعبة على ذي ما درس، المرجلة صعبة على ذي ما درسها في الصغر، ما نالها قال ايش ما نالها اللي يفكر انها ما تجي، قال ما ينالها اللي يفكر انها ما تجي الا بمال. يا فهد قم يا ابوك بلغ علمنا بدو حضر، ان الوفاء والصدق عنوان الرجاله لا تزال، حياتنا والموت حياتنا والموت بيد الله مكتوب القدر، ما احد سبق يومه ولا تسمع له القيل وقال. يا جيل صاعد وقفوا، يا جيل صاعد وقفوا، لازم تعيدون النظر، لازم تشوفون الحقائق، لازم تشوفون الحقائق واضحة قبل الزوال، قيسوا خطاكم قبل ما توقع بكم بين الحفر، والعنصرية حاربوها قبل تعلن الاحتلال. يا راكبين الشاص إياكم وركبة على الهمر، يا مسرجين الخيل ذي تسرون في سود الليال، تاريخكم شامخ وهلكم ذي يوفون العبر، سجل لكم عنوان متميز على رؤوس الجبال، ذا قيل شاعر طالبي يبدع لكم لا قد حضر، سجل ليش لا سجل القيفان يسقيها من الصافي زلال، والختم صلى الله عدد ما هل تمزان المطر على نبي الله قدوتنا على صحب وآل. سلامة أم الآن مع قصيدة وقدمها الشاعر ناصر بن صالح من أحمر الشعر العلقي. أقول يرددوا لي هرج يجهى القائلة، مغير آخر اسم في العائلة، ينسبني القوم وماني منهم مجرد الراعي نسب قبائلة، نجران تعني لي ومسقط راسي من دون هذا من العروق أسائلة، ماني بلا يامي ولا نوايلي ونعم في يامن ونعم بايلة، لكن لي اسمي واسمي جمل واسمي جمل كل من هو شايلة، ربيع عزاز القوم ما هي تخضع إلا الخالق ذي الآيات الزائلة، عنوانها عنوان واضح بين واضح مثل برق العيون تخايلة، من خاوي إلا كل قرم جيد أشباه أبو سالم ومن مثايله، ومن كان بهميله وحب ما ينطح نطحن له الحبة ونعدل مايله، والمدوح أنا غني منها مدام أصلي في الأصول أصايلة، حنا عوالق ما تعرف من حنا ما تحجب الضربة الشمس القايلة. سلامة عليكم زور. وأما الآن مع قصيدة في هذه المناسبة مع الشاعر مصعب بن سالم العريفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أول شيء نبتديها بزامن يقول يا سلام يا عدد ما تقرح الشرفة، وعد ما فرقع المجزين والعدة، الكفو يبشر الميقاف ما يخفى، والطالب عزاز القوم في الشدة. وذا قصيدة مشاركة يقول يا سلام يا شعبوة عندكم يا قبائل، يا سلام مدبل لأهل العنا والعنية، في لازم الجيد نحضر كل أبونا لوائل، ما يغيب غير رجل به ظروف ملتوية، جعلها مبارك وجعلها خير ما فيها بدائل، وجعل الفرح عندكم في كل صبح وعشية، تستاهلون الفرح يا أهل العلوم الجزائل، تستاهلون الوفاء يا أهل الوفاء والمقدرية. قال العريفي سلام تسليم وافي وطايل، باسمي وسم سعف النسيين أهل النقاء والحمية، عند الطالب سلام ما لقوا له مثايل، جينا نبارك ونحضر في كل وقفة عالية،
أهل الوفاء والمخوة أهل النقا خير صايل ذكرهم عالي وقوم رأيت وفاهم معتلية قد حضرنا في عناكم والحمل لأهل الجمايل والعريف حضر سعفه نسيين الوفية باسمي واسم كل القبائل حيا جموع القبائل في لازم الخوتو في ما هي تقصر في مجية مبروك من حد نجران لا شرق أمريكا والهوايل من دار بغداد لحد الديار المشرقية الجيد يعرف بساعة الضيق رمزه فعايل والجيد للجيد يوفي في كل لازم قوية سلام يوصل للعوالق والطالب والكمائل من عارفي مكمل بريح ورد وشادنية سلام. قام الآن مع قصيدة بهذه المناسبة من الشاعر عبد الكريم بن حسين الطالبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يسرنا أن نحيي ونرحب بالضيوف الكرام في هذا الفرح الكبير والغالي على قلوبنا، ونبارك لأولادنا الولد علي بن محمد وخالد بن محمد، ونقول لهم بالرفاه والبنين وجمع الله بينكم على خير، ونكرر الترحيب بالضيوف الكرام، وعندنا مشاركة نتمنى أن تنال إعجابكم في المشاركة التسليم والترحيب. يقول فيها سلام مني كل مزاج الزجل عده بعده مثل عدات الريال عند المنيبة ديت نعفيب الثقل وهل المواقف الأقد الكيال كان خوتي وقوة ساعدي كم من بطل نحتاجهم في شمس ولا في ظلال قدها لهم عادات من عهد الأزل عيال طالب بن علي خير الرجال. والثانية حية ومرحب بالدخل وأهلا وسهلا كل ما يمطر وسال حيا بكم مليار والزايد دبل يا كل من شرف بهذا الاحتفال. والثالثة مبروك يا لشبال وتحقق أمل علي وخالد نسل دربين الفعال عيال ذي يحضر على راس العمل ولا يهم البعد مهما الوقت مال عيال ذي يحضر على راس العمل ولا يهم البعد مهما الوقت مال عساه في الجنة على خير العمل وانه في الفردوس في غرس وظلال وعمامكم واخوانكم فاق وزحل في كل موقف ما يرخون الحبال وربعكم واخوانكم قوة جبل ونعم بهم تشهد دلاقيم الجبال والختم صلوا على النبي سيد الأول والآل والأصحاب ما يذن بلال. ونفتح الآن مع شيلة من كلمة الشاعر عبد الكريم بن حسن الطالبي يقدمها المنشد صالح بن أحمد الشيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء مبارك لعلي محمد وخالد ونسأل الله أن يوفقهم إن شاء الله. أما المشاركة من كلمات عبد الكريم بن حسن يقول فيها يا سلامي على هلال مقدرة والشهامة والوفا طبعهم واضح على مر الأيام خوتي أهل المواقف والنقا والزعامة هم لجنبي أمانة الأخصام في الفرح واجب حضور والشرف العمامة واحضر أفراحهم واسمر مع الخاص والعام في فرح آل دبي بالوفا والكرامة يسعد الكل والفرحة والطالب تشرف كل فتى في مقامه وارحبوا يا ضيوف على العز وكرام وريت عيني تشوف الليل صدري وزامه مذكر يسيل الدمع والسر والانام وانت يا غالم فهم صاحبك من كلامه يا رفيقي ويا كتفي ويا درع وحسام ريت واحنا نشوفه بين واصل رامه والمحبه عظيمه دقت اذرق وجسام
واثق نظامه يقطف الزهر والكاذي مع ورد وخزام. هو عبد الله احمد رجلنا لاحترامه والرجال البواسل كل فارس وضرغاتنا معرفك فاله ووضع الاقامه والرخص والسواهر في مسافات وزحام. وختمها بالنبي ما لا حبرق الغمامه الف صلي على المختار في بدع واختام. شبوه بلاد العز والعز شبوه سجل لها التاريخ للمجد عنوان فيها قبائل عاصيه ما تأوه وقت الغضب نيرانهم مثل بركان. وابو فهد والله ما طاب جوه ان كان ما شبوه نطق اسمها الان العولق يشامخ ومصعب عتوه والواحدي والحميري ناس شجعان وسعد الظالمه عز الاخوه ولا تنسى البواسل نس النعمان وعيال ابو زيد الهلالي بقوه واذكر هواشمها على الراس تيجان والمصعبي والحارثي يا اهل نخوه وبالعبيد الجود يا خير فرسان. شبوه نعم شبوه رجال الفتوه رجال ما تخشى بلا كل شيطان. يقول هذا طالبي له مروه يعشق هواها والهوى قوه ايمان والمدح ما يكفيك يا ميم شبوه ان زاد فيك المدح من غير نقصان. سلامك في هذه الليله مبارك العرسان الف مبروك الله يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهما في خير. معنا مشاركة بسيطة إن شاء الله أنها تعجبكم ولازم ذا الميكروفون يا رجال معك لا لا يقول لك هنا يا مرحبا أعداد مارش المطر ترحيب وافي يمتلي نجرانها ترحيب من يفرح بضيفه لا دفر ترحيب أهل الجود عالي شانها رجال العوالق ذي لها عز وفخر أهل الحمية وافي ميزانها تطلع سلام المجد في أعلى مقر وتاريخها يشهد مع حدانها عالق عالق يا حجر سكي حجر في كل موقف مع القهنيرانها وعند الطالب ارحبوا بحر وبر وعداد ما ينزل على وديانها علي وخالد يا الصقور اللي تفر يا اهل الشرف اللي فارده جنحانها مبروك ثم مبروك في عام وشهر والخير شوفها مسجله عنوانها والختم صلوا على خير البشر اعداد ما يقرون في القرانها. سلامتكم مشاركة بسيطة نعتذر إن ما كتبناها إلا هنا. عولقي لا حد غبي منا لو عزمنا نقود الوعلى بقرونه ولا زعمنا على العص تقدمنا اشرب البحر والشامخ يهدونه يا نقم بلغ الحوث خبر منا قل لهم حد شبوه لا يمسونه وان مسوه بات احنا قبايلنا وسلب بايحانك ذي يشلونه ارضنا الرحيم. كلنا جماعتنا نجران وجماعتنا المملكة العربية السعودية ومن منا لا يعرف أهل نجران وكرمهم وأصالتهم ومن منا لم تحتضن المملكة العربية السعودية في الرخاء وفي الشدة. معنا بيت قصيدتين قصيدة في يام ويام يستاهلون ومعنا قصيدة في المملكة العربية السعودية. يقول لول المراجل في سما المرجلة نجم لول المراجل في سما المرجلة نجم كان العطارد والزحل تسكنه ايام الله عطاهم بسط في العلم والجسم الله عطاهم جود بالنفس وكرام ان جاهم اللي يشكي الضيم والظلم كانوا سند له عزوته درع وحزام فخر القبائل دوم مليار ونعمنا مع الاصاله والتقاوي النقتام نسمع بهم ونشوف ثم ننقل العلم وان الفخر لو ننقل اخبار واعلام إن قلت أنا عن يام با يصعب الفهم يام أكبر من القول وحروف الأقلام
يا مكبر من القول وحروف الاقلام، ومن ينسب الايام ما يهمه الغرب، ومن ينسب في ايام لا شك غرام، شيوخهم تاريخهم قمه الرجم وفرادهم كله عادي وضغام، وطيب الكلام وعزه النفس والحلم صفه اصيله في رجاجيل وفطام، ويكفي بكلمه ايام ما يعني الاسم، فخامه الاسم الشرف تاج ووسام، وانا علقي معروف بالحرب والسلم، سلطان ليديره باخوال واعمام، من ميم شبوه بين حله ويشبم انا وربعي كل فارس ومقدام، ونقدر الاجواد بالجمع والاسم، وتعزنا اهل العز في نجد والشام، وفي ختام القول من قبل نختم نبع الوفاء شفناه والعز. هذه الكلمات في المملكه العربيه السعوديه في وصف المملكه. يقول يا دار دار الخير ربي حماها، يا دار دار الخير ربي حماها، وخصها بافضل نبي وافضل شهود، منها محمد سيد الخلق طه، ومنها ابو بكر وعمر وابن مسعود، منها محمد سيد الخلق طه، ومنها ابو بكر وعمر وابن مسعود، وجبريل كم زار ارضها مع سماها، مرات جزائر ومرات موفود، وجبريل كم زار ارضها مع سماها، مرات جزائر ومرات موفود، ويا كم نبيا قد تنفس هواها، صالح وابراهيم وشعيب معهود، دار المكارم وي دار سواها، قبله ونتوجه لها ركوع وسجود، وخصها ربي بثلاث وحباها، مكه وطيبه ثم حكمه بن سعود، وخصها ربي بثلاث وحباها، مكه وطيبه ثم حكمه بن سعود، هو مكرم بالخير كل من لفاها، آمن ومطمن وكل خير موجود، يسقي ضيوف البيت من عدد ماها، ويكرم ضيوف الله أفراد وحشود، الله يعز الدولة اللي بناها، أعظم مؤسس أسس العدل والجود، أسس قواعدها وشيد بناها، ثم واصلوا من بعدها أنمار وأسود، واليوم حاكمها رفع مستواها، بين الأمم آفاقها ما لها حدود، سلمان هو طب القلوب ودواها، سلمان هو تاج العرب طيب العود، هو قايد الأمة وحامي حماها، ومسخر للعز قوات وجنود، يحق للأمة بمثل اهتباها، يحق للأمة بمثل اهتباها، من الجزائر لا عدل لين سردود، ويحق لأهل العلم تكثر دعاها، ويجوز للشعار تمدح بن سعود وسلامتك. يا حبيبي ما يشارك بك غرامي، ولا طرالي يا بعد حيي وميتي، غير شاص اللاعب بنقطه وزامي، ما يهمه تايد ونجوم الجكيتي، ما ركبها ضعاف وصغار الاسامي، يركبه من كان له جاهن وصيتي، سايقه معذور من ربط الحزامي، ياصف الاصبه ووضعه كومبليتي، وان عصاها بداخل البيت المنامي، يفترش له في دفع حوضها مبيتي، موتر موتر اذا تبغى الكلامي، ما يقارن بالجموس وبالونيتي، والله انه غايتي ثاني مرامي، من بعد حي انا به مستميتي، ما على الفقري في المشرى ملامي، دام ما يملك سعودي ولا كويتي، لكن مثله عليه باللزامي، والله ان مشراه في الخاطر ونيتي، كان ما جبته عاد الراس حامي، ولا بوصيبه عيالي في وصيتي، هو حلال جاء ولا جاء حرامي، معذر من صفته قدام بي. سلامتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نحيي بالضيوف الكرام ونقول حللتم اهلا ونزلتم سهلا، يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد. طبعا عندي مشاركه بسيطه وهي من الارشيف، يعني ليست جديده من الليله. طبعا هذه الابيات جبتها في موقف بسيط بيتضح لكم من خلال الابيات. وانا اقول بعض البشر يفهم بان المرج له كثر الجدال، بعض البشر يفهم بان المرج له كثر الجدال، ومن تكلم في المجال السيد العقالها، والبعض الاخر يفتكرها في لبس قطره وشال، او من كواه ثوبه ومرزانه ولبس عقالها. والمرجله يا اخوك في هذا الزمن صعب المنال، وما كل من يبقى المراجل بالتمني نالها، والرجل تشهد له فعوله لاحظ اليوم النزال، وفي المواقف يعجبك لا قال كلمه، وفي المواقف يعجبك لا قال كلمه قالها. الرجل من حافظ على دينه ولا يرضى العطال، له باع في فعل المكارم ما يهم ثقالها، وقد ذكرهم من خلقهم في كتابه ذو الجلال، رجال ما تلهيهم الدنيا وجمع اموالها. ولا تكاسل عن صلاتك في شموس او في ظلال، ولا تكاسل عن صلاتك في شموس او في ظلال، من اجل في يوم القيامه تستظل بظلالها، من اجل في يوم القيامه تستظل بظلالها. المرجله في بر شيبانك، المرجله
في بر شيبانك تجنبني شغال، ولا تعذر أو تقول إنك كثير شغالها، احذر ترى الدنيا فرص محال عودتها محال، لا راح والشيبان بيرك بات روح حبالها، وما جنيتها يلمع أنها بيجيك من العيال، لا عاد بات انفعت للحرمة وشوف عيالها. المرجلة في بر شيبانك تجنبني شغال، ولا تعذر أو تقول إنك كثير شغالها، احذر ترى الدنيا فرص محال عودتها محال، لا راح والشيبان بيرك بات روح حبالها، وما جنيتها يلمع أنها بيجيك من العيال، لا عاد بات انفعت للحرمة وشوف عيالها. والختم صلى الله عدد ما هل مزنه ثم سال على نبي قايد الشجعان والأبطال. وسلامتكم مشاركة مطلوبة من علي الأسوار النسي مطلوبة. مساكم الله بالخير. أول نبارك العرسان نقول الله يبني بيوتهم على طاعته ورضاه، وأن ألف بين قلوبهم ونجمعنا على خير، وأن يفك الله أزماتنا الذي إحنا نعاني منها الآن، وجينا فرج إن شاء الله من ولاة أمرنا قريب براءة الله. إحنا غصبنا بالمشاركة، وأنا والله عند الهواية استمع أكثر من ما أقول، ولا أدري إيش اللي نقوله على ما قال صاحب المثل، جيب قصيد حافة ولا خضراء ولا يبسة. أبو محسن منه السعودي، يقول أبو محسن ابنه السعودي، حبش في القلب في دمي وشرياني، وعشت يا قايد الأمة بعالية، هو ذي يدافع على دينه ولوطاني، أبو فهد حرق عميم الشلة ملالية من حي زينب ولا صبره ولبناني. هذه من ضمن قصيدة جبناها لكن هي معنا والله حاضرة. القصيد الثاني اللي ودنا نجيبه والله ما هو هين على شباب يقولون عذرة خضراء وحنا ما ندري ايش الا من خضراء نجيب هالقصيدة وهي خضراء شوي جدا للشباب. يقول لبا بحر الحدب، ابو محسن لبا بحر الحدب، البحر ذي من جاء على شاطئه بيحتال، يا صاحب البستان أبا منه عنب واللي يم التفاح، ذي متماسكه بدواله ما تخاف الله يا الراس الصلب، تعطف على المسكين ولا انت له القتال، ملقى عساكر لك وملقى لك رتب وهالهوى متزاحمة، كل يبالك بال يا عسكري على الباب، وحز بالخشب بالله لو تسمح دقيقة، ناوي المدخال قال العريف ادخل، ولبال الطلب دخلت اني مهيم في رشيق الباب، قال العريف ادخل ولبال الطلب دخلت اني مهيم في رشيق البال، اهيف رشيق الروح جسمه منصب كانه عصا خيزراني، يد بالبطال والراس كانه كم منا ونسكب ولا فليق البيت، فوق امتانهم ميال وعيون دعقه كانه الرمح الذرب، ورموش تحكي ولا يفهم سوى الفقال، والخشم كانه سيف عنتر لا ضرب ولا الهلال يوم ضرب بطل الابطال، ومباسمه شفاف للكاتب كتب تخفي قفاها ثنايا كانها الشقال، ولا برد شتوي فلا جا واندرب، وراح تلقى بيضا سهلها وجبال عنق الريم من غير الخنب، ولا ازراف البرد في فريق انجال واطراف له تمتد لان شمي ولب، يعطي التحيه ويعطي بعدها الفنجان، وصدر البنجات فيه المرتقى بالاف والميراج لا سواقها مزعال، والخصر من 21 الذهب في اصبع صغيره ولا عجب بس وشلال. وصدر البنجات فيه المرتقى بالأف والميراق لا سواقها مزعال، والخصر من 21 الذهب في اصبع صغيره ولا عجبه سوى الشلال. قلنا صباح الخير يا ذي على الكلب، تامر في القصر والبستان والاثلال، ناجيه بشكي قلب بالنار التهب، والذنب ذنبك وطالب مني العدال، وقال انا حاكم بسجنك وارتقب 90 ليله انا وانت على نقفال، وقل دام الحكم يا غالي الناس يوم شرفت حكمك ولا بشاور العدال. وسلام. يقول أنا بدوي، ومالي برومانسية، وقالوا أنت أصلا ما لديك إحساس، برستيجك مصمم على الفروسية، إذا شفت العيون الناعسة تحتاس، وتفصيل الكاريزما فيه قاسية، ولكن مظهرك يعني كذا لا بأس، تبين أغلب الأحيان نفسية، كأنك ممتلك نيويورك أو تكساس، وتنظر للبشر نظرات عكسية، شموخك ما ملك هزير أو جساس، وأنا كل البشر عندي سواسية ومؤمن أن بعد الناس تأتي ناس
بفضل الله ما عندي حساسية وراقت لي رواية قالبان نواس. حضارتكم مع الأيام منسية، حضارتكم مع الأيام منسية، ثقافة جيل يتلبس بدون الباس. نحاول نطرب الجمهور بمسية مليئة بالإثارة تمتع الجلاس. نحطم كل الأرقام القياسية قبل ما الطرف يغشاه السهر بنعاس. إذا كانت معادنهم نحاسية بختم نطقها بالدر والألماس. قال شاعر قلت ما أجزم ولكن شاعر وفي الشعر متذوق وهاوي، إن سكت أطفي المساكن، وإن كتبت الجم كثرت الحكاوي، يجعل الحرف المنون حرف ساكن، واضرب المقسوم عن ناتج وساوي. كيف مدري بس أكتبها، والله كان شاعر غيري على الساحة وراوي. ما حد أنا يعشعر والله سواك، يا هموم الصدر والأرض الخلاوي، وما يزل الضيق إلا لا دعاك، أن يقوى في الشعر واللحن السلاوي. ضاقت بصدري الهواوي الأماكن، وين ما وجهت القالي بلاوي. لا تقولون الهواوي سد ماكن، والله إنه ما يضيق إلا الهواوي. ليش الموت بتخذ حبيبي، شليلك ما تبى والزين خلاه، ما نفعني دوا كل الأطباء، نظرات الزين تشفي كل علة. ريتني ناوى خلي بدور حال في شوامخ، ما راعيها جاملة، بنسق الغنم والجو برد، محسان الكوت لا تحتفان له. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يعجبني هو برود الجمهور ما شاء الله تبارك الله. تمام، هنا ما نبغى منكم إلا أن تدعوا الوالد بشفى الله يعطيكم إياه العافية. أيوة دعوا له، الدعوة أهم حاجة، وبشركم أنه طيب وبخير، ولكنها مر في وعكة صحية. كتبت هذه الأبيات بهذه المناسبة، مش مناسبة، هي يعني مرحلة مرضية. يقول: يا تل قلبي تل شاص وكالة، يا تل قلبي تل شاص وكالة، نمبر مديله بالثمنتعش والفين، تله فتاة مطنوخ ناكس عقاله، ليلة الأحد يلحق وعد يوم الاثنين، من معرض المركب شراه بحلاله، أنا أشهد أنه فاز به والسنع زين، يشوف ربعه عزوته راس ماله، شرقي جبل ترمد وقبلي عماقين. ساعة سمعت الجير يصفر وواله، كأنه طعن كبدي بشلفه وسكين، وكأن جيران خنقت نير ماله، والجو غيم وصبح الهم همين، قلبي على ماضيه تلعب به آلة، تعزف على وتار الحزن بالشرايين. ودي بساعة يا رجال الجمالة، بين الرجال الصامدة في الميادين، هم عزوة اللي ما زمانه صفاله، تاجي ودرعي من سلالة سلاطين، من معن بن زايد ودولة عدالة، يشهد لهم تاريخ وقلام راوين، أهل المروة والوفاء والأصالة، وأهل المكارم والرجال الميامين. والشيخ ذي حق الوفاء فوق شاله، أبوي تاج العز واللطف واللين، كثر المرض غير مزاجه وحاله، وباقي شموخه مثل راكان حذلين، ما قدرت شوفه واستريح بقباله، والوضع قيدني بحكم وقوانين، وضع الإقامة والسفر والكفالة، ما ليل هل الدمع يذرف من العين، حالي بحال الذئب يعوي فعاله، يعض في يمناه مرة وثنتين، وش ذنبي من الذئب ولا شماله، لكن حسره تفطر القلب نصين، وانا اشوفه للسمو والجلاله، اعض صبعي واقضي الدين بالدين، والفقر ما هو عيب ولا افساله، العيب والله بخر راعي الملايين، وصلوا على طه محمد واله، يلا عسى زمرته قولوا امين. هذه الابيات ارسلتها لآل مرصاص المسورة، وهي رثاء في السلطان صالح بن حسين رصاص رحمه الله. كلنا نعرف هذا الرجل الذي دافع عن شرفه وعرضه وكرامته، واستطاع أن يعمل ما لا يستطيع أن يعمله أي إنسان ثاني في عصرنا الحاضر. يقول فيها:
ثالث رجب والوعل رجب وصل علمه ثالث رجب والوعل رجب وصل علمه ذيش التاج الشجاعة والكرم على الرأس ذي واجه القوم في حصنه بابو شرمه وبالمضلع وبالزاكي نهار احتاس من رأس حصن المعلى ساعة الظلمة واصبح يكير المعابر صادقة لنقا صالح بن حسين ذي فوق العلا نجمه نشهد انه صليب الرأس ما ينقاس شرف مقامه وعزز في البلاد اسمه وشرف الحصن ذي هدوه للمساس قال الضبور القبور وكان ذا حلمه لكن ربي أراد أنه يرد الباس مدري صمد عقل أهو قر من قشمه أما الشجاعة في عنده بلا مقياس تشهد خصومه بأن العز من قسمه ذي شافوا الموت يوم تسننت لمواس حد راح يعوي والآخر فارق الخدمة وذي سلم شافها بالعين والإحساس وشاعت أخبار إن صالح لقي صدمة وصبح أهله يصكون الأمل الألم بالياس وشاعت أخبار إن صالح لقي صدمة وصبح أهله يسكون الألم بالياس ويوم جاء بعد غيبة زالت العتمة وتوضحت يوم عاد الزير يا جساس من عاشرة شاف فيه العز والحكمة والديوله في عروقه نابضه بإحساس يصعد ويرقى وعينه تنظر القمة في رأس مرقاب متعلي على القرناس واليوم لا مات ما قادر سوى جسمه ما الذكر والروح باقي عاطرة الأنفاس يبكي حصنه وأهل الجاه والكلمة عساه في جنة الفردوس له مغراس في حضرة المصطفى مرتاح في نعمة والله يكرم مقام الشاجع الفراس والختم ذكر النبي هو سيد الأمة صلاة دائم عدد ما نسنس النسناس ناك ناك لا تقولون هذه سلوم العشق تبقى قريب ما فيه وصل
والفعايا اللي عدت تشوف العظايم تذهل الروس وساسا صمى الصفا ماهب معجام وكراسة لهم هبة تطغى على حيهم والمدلك فوق ذا كله ما فيهم تغط راسة عليهم سلام الله سلام لهم خاصة مذاق عرب عبرة ونسناسة سرتهم سرت بنات فكرة الهجوس وجد لو البال من الضيقة تزايد تعوماسة على الماء يغري الفجر وزواسة على الحال ذي وانت دنا الفجر دنا ووضعت بالدمع الحمر من التنجاسة وصليت على خيرة الخلق وللبيت وعنت الرجم وزواسة وخناسة توكلت باسم الله وباسم الولي سمت على واحد يجري له الفلك بقياسة بك البيت ورد في بيت وانا شاعر يعجب هال الشعر هجراسة عطيت الحق معنى والأفكار يا معطيت وهنا صبتني للشعر كان سير ياسة
مساكا
Come on.